الرابع من أكتوبر من عام 1802 تسلم جان باتيست كافيناك أوراق اعتماده من وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثاً إلى مسقط بتكليف من وزير الخارجية تنفيذاً لأوامر نابليون بونابرت الذي كان يسعى إلى توثيق صلاته بعمان. ووصل كافيناك إلى مسقط بعد عام، أي في يوم الثالث من أكتوبر من عام 1803. الرابع من أكتوبر من عام 1913 توفي السلطان فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان. أنجب السلطان فيصل 9 أبناء. ولد السلطان فيصل عام 1864 وهو ثاني أبناء السلطان تركي. تولى الحكم بعد وفاة والده في عام 1888. وبوفاة السلطان فيصل تولى تيمور بن فيصل الحكم خلفاً لوالده. ولد السلطان تيمور في مسقط سنة 1885 ودرس في الهند ودخل الحياة العامة في سن مبكرة، حيث مثل والده السلطان فيصل في مهمات داخل وخارج عمان وزار عدداً من الدول العربية والأجنبية. وفي عهده أبرمت اتفاقية السيب سنة 1920. أدخل السلطان تيمور الأساليب الإدارية الحديثة في البلاد وشكل أول مجلس وزراء في تاريخ عمان، وعمل على إصلاح النظام القضائي ووضع نواة للجيش العماني المنظم وأنشأ المدرسة السلطانية الأولى، وهي أول مدرسة حكومية نظامية، ومنح امتيازاً لشركة بريطانية للتنقيب عن النفط، غير أنها لم توفق إلى اكتشافه بكميات تجارية. في فبراير من عام 1932 تنازل السلطان تيمور عن الحكم لابنه سعيد بن تيمور، وتوفي هو في الهند عام 1965. الرابع من أكتوبر من عام 1976 سلم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الرايتين لكتيبة الحدود والكتيبة الجنوبية. الرابع من أكتوبر من عام 1999 صدر قانون الأحوال المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 66/99. الرابع من أكتوبر من عام 2009 عقد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ورئيس أوزبكستان إسلام كريموف جلسة محادثات رسمية بضيافة قصر العلم بمسقط في إطار زيارة الرئيس كريموف للسلطنة بدعوة من جلالة السلطان.